لاندفاعات كأس الشفاء. إذن اندفاع موفقة سيداتي آنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف لتاسع أشواط هذه الأمسية. كأس الشفاء مفتوح الدرجات تتنافس على مسافة 2400 متر، مسافة الميل ونصف الميل، مسافة 12 فورلونج، دورة ونصف الدورة الكاملة حول المضمار 150 ألف ريال. تتمركز وتمركز هنا بينيور هوبز في آخر المواقع فيما ميجر في أولى المراتب، والمطاردة تأتي في المرتبة الثانية من قبل ديباوي ديلايت وكذلك يونيون ستريت وكذلك التايتا في المرتبة الرابعة، والقدوم لبريفونتان 200 متر ب 12 ثانية و49 جزءا من الثانية. هنا تمركز خماسي في المنعطف الثاني في هذا الشوط، جاك ريد كلاود يتمركز في المرتبة السادسة ومن خلفه مايتي ريفر وكذلك بارشمين ابيلوب ديفيكا، ومن خلفه أيضا زميله في الاسطبل بولتاوي، وفي سيليكوس يتقدم في المرتبة التاسعة في هذا الشوط. مايجر يبدأ في أول المراتب يتقدم الآن، وكذلك الحضور من قبل تايتا في المرتبة الثانية مع محمد إدهام الذي يطارده في هذه اللحظات. هنا المنعطف الثاني في هذا الشوط قبيل أن ينقضي مسافة 1200 متر، انتصفت المسافة. هنا تبدأ التكتيكات العالية، هنا يبدأون الخيالة بإعطاء الإشارة والتمركز المميز. تايتا لا يزال يقوم بالمطاردة لميجر بالشعار محمد القحطاني الذي يبدأ في أولى المراتب منذ البداية. جاك ريد كلاود يتقدم بأربع مراتب، هنا قادم في المرتبة الثانية، القدوم ليونيان ستريث من المسار الداخلي، وديباوي ديلايت يتمركز في موقع مميز مع عبد الله الفيروز هنالك الان، كذلك بولتوي قادم وبارشمين. مشاهدينا متابعينا الكرام، فاسيلاكوس كذلك يتقدم في المرتبه الثامنه، هنا التحالي من قبل ميجر وتيتا الذي يخطف المرتبه الاولى. جاك ريد كلاود ابن سيونوشن قادم مع عادل الفريدي من المسار الخارجي، وال 600 متر الاخيره كاس الشفاء مشاهدينا متابعينا الكرام على مقربه من تحديد المصير. جاك ريد كلاود بشعار فيد سبيعي يتقدم الان بفارق 3 اطوال، المرموم كيت بدا بالانقضاض. كاس الشفاء قادم، جاك ريد كلاود يوسع الفارق، هنا يبدا الان جاك ريد كلاود. المرموم جيت هل يواصل الحق هنا مشاهدينا الكرام والانقضاض ام جاك ريد كلاود؟ اهل الشفاء يقدم لهم هذه الكاس، فهد سبيعي ياتي اليه الكاس لكي يعتني به هنالك في منطقه الشفا، والمدرب سلمان العضياني والخيال عادل الفريدي. جاك ريد كلاود بحضور مميز وانتصار اكثر من رائع وتحضير مميز من قبل المدرب سلمان.